الاتفاقية هذه راح تعطي إقام قوة جديدة اللي راح تخلي القطاع الصناعي يتقرب من الفعالين في القطاع الفلاحي اللي أولا يقدموا منتوجات جديدة، وهذا يدخل في إطار لا ميكانيزاسيون اللي تكلموا عليها كثير كيما يقولك السلطات العمومية. تأمين راوي تحسن من عام إلى عام، بصح مازالنا بعاد على القدرات اللي موجودة، ولهذا نظن بالاتفاقية تاع اليوم راح تعطي دفع جديد للتأمين الفلاحي بطريقة أخرى، ماهيش طريقة تجارية كما نعرفوها ولا يعرفوها الشركات الأخرى، بطريقة جديدة اللي أول اللي راح يستفاد منها أول الفلاحين وحماية هذه المنتوجات. احنا عندنا 200 ألف أسوسي معنا سوسيتار، إذا أخذنا نسبة 20% فراح نكون في عداد 20 ألف إلى فلاح اللي راهم مؤمنين في الصندوق. وهذا رقم قليل ولكنه في تطور مستمر.